مبروك للنادي الاهلي، مبروك للاهلاويه. زي ما باركنا وقلنا التاسعه في دوري ابطال افريقيا، النهارده بنقول مبروك السبعه في السوبر. مباراه اعتقد كانت مهمه جدا للنادي الاهلي، وانا عايز اقول للناس اللي بتراهن على النادي الاهلي ما تخافش. الناس اللي اتخضت في الشوط الاولاني وقعدت تتكلم على الاداء، الماتشات دي مش بتاعه اداء، الماتشات دي بتتلعب عشان تكسب ولا تلعب. فمبروك للاهلاويه بعد التاسعه زي ما قلت لكم، السبعه في السوبر. موسيماني ممكن يكون اداء الفريق مش مقنع للناس كتيره جدا، لكن بالتاكيد في وجود الجنوب افريقي دولاب بطولات الاهلي يعني مقتنع ومبسوط باربع بطولات في اقل من 8 شهور. الاهلي بطل الدوري، الاهلي بطل الكاس، الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا، الاهلي بطل السوبر الافريقي، الاهلي لسه بينافس على الدوري، منافس على الكاس. طبعا ده في الموسم الجديد، بينتظر السوبر المصري قدام الطلائع، وفي طليعه تطلعاته الفوز بدوري ابطال افريقيا العشره. النهارده الاهلي بيدينا، والله الكلام على الاهلي، الكلام على الاهلي يعني مش عارف اقول لكم ايه. حاجه تفرح، جماهيره فرحانه بيه، حاجه تشرف. الاهلي مشرفنا في كل حته، جنوب افريقيا، في المغرب، في قطر، في اي حته بيروحها النادي الاهلي بتحس ان انت يعني وراك حاجه تقيله. الاهلي يا جماعه، الاهلي تراهن عليه زي ما قلت، اللي يراهن على الاهلي ما يخسرش، اللي يراهن على الاهلي يكسب. الاهلي فريق كبير، فريق عظيم بجد، حاجه تفرح الناس اللي فرحانه دي في كل بلد بيروحها النادي الاهلي. الشوط الاولاني الاداء ما طبيعي، بس بيكسب، بيعرف يكسب، بيعرف يخلص. هي دي قيمه الفرق الكبيره، قيمه الفرق اللي بتنافس دايما على بطولات. اصبروا شويه، عشان كده يمكن انا حتى لما اتكلمت بعد او بين الشوطين المباراه، مش الماتشات دي ماتشات التحليل بقى اللي انت تقعد في استوديو التحليل وتقول الشوط الاولاني والشوط الثاني، لا، الماتشات دي بتاعت مباراه واحده، يعني تنزل تكسب وتمشي. كاس اخطف واجري، الماتشات دي اخطف واجري. والاهلي استاذ، الاهلي استاذ اخطف واجري، الاهلي استاذ اخطف واجري، الاهلي معلم اخطف واجري. ودي حاجه كبيره، ودي سمات الكبار دايما. لما كنا بنشوف ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا 3 سنين ورا بعض كان بيخطف واجري ريال مدريد، ممكن اداؤه ما كانش مقنع مع زيدان في اوقات، لكن كان يخطف ويجري. هي دي الفرق الكبيره، وادي فرحه الجماهير الاهم حاجه بنشوفها النهارده. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره، مبروك لمجلس ادارته. لكن في وسط الفرحه لازم نعزي والده سامي قمصان اللي توفاها الله، وبنعزي كابتن سامي قمصان في وفاه والدته، تغمدها الله برحمته والهمه الهم اهله الصبر والسلوان.